بينما يتسلل الإنترنت إلى كل زاوية من حياتنا، يزداد الإدمان عليه مانحاً العالم الافتراضي قوة لا تقاوم. وكلما كان الشخص أصغر سناً زادت احتمالية إدمانه على الإنترنت، هكذا تقول دراسة لجامعة ساري البريطانية، مشيرة إلى أن المستويات العالية من الإدمان ترتبط بمدى الثقة في استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول والرغبة الملحة في تجربة تطبيقات جديدة، ما يعني إهمال مسؤوليات العالم الحقيقي والسعي نحو تكوين العلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت. وفي هذا الخصوص تقول بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن 5.6 مليار نسمة من سكان المعمورة استخدموا الإنترنت بشكل يومي خلال العام الماضي، وتشكل هذه النسبة حوالي 67% من سكان العالم، مع ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت عالمياً حوالي 17% خلال العام الماضي وحده. لكن ماذا عن طرق العلاج؟ يقول تقرير لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية إن علاج إدمان الإنترنت يحتم تعلم إدارة الوقت وتنظيم الأنشطة اليومية بشكل فعال للحد من الوقت الذي يقضيه الشخص على الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة الإدمان مثل ضبط إعدادات الأجهزة لتقييد الوصول إلى الإنترنت في أوقات محددة دون التغاضي عن أهمية زيادة الوعي بأضرار إدمان الإنترنت وتأثيراته السلبية على الصحة النفسية والجسدية.